هي النص بعنوان إخلاص الكلام، وبقول تاتيت من دربك سنين، لما عيوني خلاص قسوا أعيج على حبك مدين، شان أغرس الفرح النسى وبلقاك لي مصدر فرح، جوانا برضو نهندسة ونرسم مراقب الشوق مرح، وأشواقنا تلقى محسسة ونخطر معاني الذكريات، وعيوني كله بيحرسة والغرام أصبح فريد، وغرامي لك بتحسسة وإنت غير كل البنات، في الريدة دايما مخلصة، ولما تزيد الريد شجون أشجانه تبقى مورسة، وأجيك شايلة الإحترام في الصباحات والمساء، وبهديك إخلاص الكلام جوايا برضو بدرسة، ويا زبية الطيب والجمال سنيني معاك بغرسة، ويا غاية في وحي الخيال أشواقي بيك متهندسة، ويا غاية في وحي الخيال أشواقي بيك متهندسة. سلام. الله طيب وجمال. إيش الجمال؟ إيش الجمال هذا؟ لوحة، لوحة تشكيلية. أنا شفتها من وصفك لها. يا سلام. يا سلام عليك. الله الله الله. هندسة يعني هندسة ورسمها رسم.